فانت عليهم العشرة، ما سدهم انهم تحولوا وخلونا، قاموا يسكنون الناس غرب في بيوتهم. لا رمستهم شرات رمستنا، ولا مذهبهم شرات مذهبنا. انا مو في بلادي. ما ردش عليك يا بكار؟ رد عليا وقال كلام غريب. كده مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ هو صعب شوية، بس انا مش شايف ان في اي حاجة تانية ممكن تفوجه، ولو منفعش يبقى حسونا عمره ما هيفوق تاني. بص العيايز مر مشحون، يتعلم من كتبه وقاير، ادخل حسن واظهر حسون، اكتبوا لهم ديج ودياير. قال بص العيايز مر مشحون، يتعلم ان كتبوا قرايه، دخل حسن واظهر يحسون، اكتبوا لهم ديش ودياية، الكبار ما يحتاج يقرون، عيالهم عنهم كفاية، يوم هي ونوى ودشون، سروا البراجع في الوقاية، يبغن وظيفة تلفزيون ولا مهندس للبناية، عيالهم باتوا يصيحون وحق الريل قالوا برايه.